اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، انا دكتور خالد عاشور، اخصائي العلاج الطبيعي بمركز خطوه وعيادات الاستاذ الدكتور طارق عمر المتكامل. والنهارده هنتكلم عن علاج الطرف العلوي لاطفال الشلل الدماغي. النهارده هنتكلم عن احد اشكال العلاج المكثف، ما يسمى بالعلاج المستحس او constraint induced motor therapy. زمان كنا بندرس وظائف الايدين عند اطفال الشلل الدماغي، ومع مجموعه من الاطفال كانوا في مراكزنا قدرنا نعمل عليهم مجموعه ابحاث عن طريق ان احنا نوفر لهم انشطه خاصه للعب علشان خاطر نشوف استخدامهم لوظائف الايدين هيكون عامل ازاي. ولاحظنا ان في تطور واضح وملحوظ في استخدام وظائف الايدين باستخدام انشطه بسيطه وسهله جدا، وبالتالي ده دفعنا ان احنا ندور ورا المرونه العصبيه او ما يسمى النيورال بلاستيستي، واللي ليها دور كبير جدا على تطور وظائف المخ وانتشار النقلات العصبيه في المخ المسؤوله عن وظائف الايدين. احد الطرق اللي استخدمناها ان احنا حضرنا الاطفال دي مع بعض في جلسات جماعيه، ووفرنا ليهم انشطه ممتعه ومسليه في شكل كور وقص ورق واستخدام للايدين في مهارات الانشطه الحياتيه اليوميه زي التنظيف وارتداء الملابس. بدأنا نلاحظ استجابات واضحة وملحوظة واستخدام مباشر لليد المصابة. بعد ما بدأنا نستخدم اسلوب ربط اليد السليمة بحمالة قطنية، بدأنا نخلي شكلها ممتع ومسلي علشان خاطر الأطفال دول ما يتزعجوش منها. بعد أسابيع من تطبيق الدراسة دي مع الأطفال وملاحظة سلوكياتهم في التعامل مع الألعاب، بدأنا نلاحظ استجابات واضحة وملحوظة في نشاط المخ فيما يتعلق باستخدام وظائف اليدين لأطفال الشلل الدماغي. وبكده بنقدر نقول إن علاج قيد الحركة المستحس مش معجزة، إنما هو نهج تدريبي بنحس فيه الطفل على استخدام الإيد المصابة واللي بتتفاوت صعوبته من السهل للصعب، وبالتالي وظائف المخ بتتأثر بشكل مباشر عن طريق التطبيق مع الطفل، والمحاولة مش هتضر. كلمونا عن تجاربكم والتقنيات المستخدمة لعلاج الطرف العلوي مع أطفال الشلل الدماغي. هننتظر تعليقاتكم وأسئلتكم وأي استفسارات حابين تسألوا عنها في تعليق أسفل الفيديو.